قبضة للدراما السورية والمعروف بأبو عنتر اللي سكن قلوبنا وخلدته ذاكرتنا، ابن محافظة السويداء اللي اشتهر بدور المشكلجي، الممثل السوري ناجي جبر. ينتمي لعائلة فنية عريقة، فشقيقه الأكبر هو الفنان محمود جبر زوج الفنانة هيفاء واصف، وابنتهما الفنانتين مرح وليلى جبر، وحفيدته الفنانة دانا جبر. ولد أبو عنتر في مدينة شهبة بمحافظة السويداء بتاريخ 9 فبراير عام 1940. بدأ مسيرته الفنية في نهاية ستينات القرن العشرين، وانضم لنقابة الفنانين عام 1972. بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح العسكري، ثم انضم إلى فرقة شقيقه محمود جبر وشارك في مسرحيات بالغة الأهمية مثل حفلة سمر، رأس المملوح وغيرها. بدأ عام 1968 في تقديم بعض الأدوار الصغيرة في المسلسلات، أهمها مسلسل حكاية الليل وأولادي بلدي. وشخصية أبو عنتر كانت الحد الفاصل في مسيرته الفنية، لدرجة أنه أصبح الصغير والكبير يتقمص شخصية الأبضاي أبو عنتر، والذي له طقوسه الخاصة. ظهرت شخصية أبو عنتر في المرة الأولى في مسلسل صح النوم، وبعدها في مسلسل وين الغلط، وادي المسك، حمام الهنا. نجحت نجاحاً ساحقاً وارتبطت بوجدان الجمهور العربي. حاول ناجي جبر أن يهجر شخصية أبو عنتر بعد أن أصبح محصوراً بها، لكن المخرجين والمنتجين أعادوه إليها، فظهر أيضاً بشخصية الأبضاي في مسلسل أيام شامية، أولاد الآمرية، عودة غوار وغيرها. تزوج ناجي جبر عام 1984 من سيدة خارج الوسط الفني، وأنجب منها 4 أبناء. رحل ناجي جبر عن عالمنا عام 2009، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة. عاش محبوباً طيلة حياته، فمن منا لا تداعب ذاكرته الطفولية أدواره الكوميدية وأغانيه الساخرة ولا يتذكر عنتريته. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.